عسلامة عسلامة، المرة اللي فاتت خدمنا البارتي باك اند بتاع الريجيستر، بارتي ريجيستر، البارتي بتاع كرياسيون بتاع الكونت. المرة هذه مش نخدمو البارتي فرونت. قبل هذا الكل نسيت حاجة ما وريتهالكمش، هي الانسيرسيون بتاع لي رول بتاعنا. عادنا اول يوزر اي لو رول ادمين، دونك اكزيكيتي afficher. Normalement c'est bon, on a les deux rôles. Bon, j'ai créé déjà l'application front et hasard les modèles je ne sais pas le register, le component de register, service, le sauvegarde de token. Oui, mais je sers le sauvegarde de quelque chose. Juste nous dire le body de علاش نو مثال الكومبوننت حضر جست الستركتور ولي فاريابل اللي مش تحققهم، نزلت جست الاكسيون شنو باش نخدمو فيها، والموديل كالعادة معناها حضرت الكونستركتور، حضرت لي فيلد هكا هاو. في الاوست سيرفيس كيف كيف حضرت جست سكوليت، هذا ال يو ار ال بتاعنا بتاع الريجستر اللي عملناه ديجا في الباك. بون مينيش اللي هو ريجستر avec ressource API slash auth. Hop. Donc c'est ça. Je n'ai l'application qui m'a une application Angular. Nous ng serve moi où pour lancer l'application ou moi ou l'option moi où pour t'apprendre l'anglais جديد. Donc sinon, nous avons un serve. Donc j'arrive moi où on a déjà rendu l'application, حضرت la partie HTML باش نربحو الوقت، خاطر partie HTML اي واحد ينجم يعملها، tout ce qui est الفورم كل شيء. انا الفورم مش تعطي لي سابميت، مش تعطي شنو هي الفونكسيون باش يعملها سابميت، وما تصير سابميت الا ما يكون الفورميلير هذاك فاليد ولا لا. عندنا لي انبوت بتاعنا avec data binding بالNG model. Bon, l'affichage des erreurs avec la machine يكون موجود ديما في الايرورز حسب الانجي موديل بتاعنا. الاسم بتاع الانجي موديل لهنا عندنا مثال الانجي موديل بتاعنا نيم، ويكون الايرورز تحت النيم بوان ايرورز. كان عندنا الفاليديتور عندنا ريكوايرد مثال، دونك في required مش يكون عندنا نحطو error.required. كان عندنا اي validator كيما مثال الايميل هنا نعملو .errors.email ونعطيه شنو ميساج درور افيك ستيل كيما نحبو. بون انا خدمتو هنا في الباليز، بون مش ريكوموندي مش حاجة باهية، لكن نجمو نخرجو في فيشي سي اس اس ونعطيو هذه مثال كلاس error color ولا حاجة، وناخذ ستيل هذايا ونحطوه في ان فيشي سي اس اس مثال هنا في الريجستر كومبوننت سي اس اس. بون هذا الكل حضرت البوطون بتاع السابميت اللي مش يعمل لاكسيون، ولازم ديما في الفورمولير لازم يكون عندنا ان بوطون افيك لاكسيون الفو اللي هي ان سابميت ميثود اللي عندنا في الكومبوننت تي اس. Component TS c'est des méthodes submit. Bon, on chauffe l'application obtient déjà un brani et tout. On voit la règle. Je ne vois un abdeu, belle partie en submit. Ou tout bien fait l'on submit obtient la machine sacro des méthodes pour la machine sacro off service. Je n'ai pas l'appel de partie backend ou off service. Je n'ai pas d'état, mais je suis samel et token storage service. باش تعمل البيرسيسونس بتاع التوكن بتاعنا الجي دبليو في تي بتاعنا في اللوكال ستورج ولا سيستم ستورج انت والشوا بتاعك. بون هما زوز مش ريكوموندي خاطر مش تسير لهم لونجستريمون بتاعهم اون كلير، مي تنجم تعمل لونجستريمون في الكوكيز. بون انا في ليكزامبل بتاعي مش تعمل في السيسيون ستورج خاطر مش حاجة مش تسير لها ليبرجمون نهار اخر ولا حاجة. دونك سي ان توتوريال، دونك حاجات بازيك. بحاجة اخرى زدت نحب نوريها لكم في الروتينج شنو عملت.
عملت ان باث اللي هو الريجستر يبونتي على الكومبوننت هذا اللي هو الريجستر. انا شو معنى يبونتي؟ انا هنا كي مش نعمل سلاش ريجستر مش شرجي الكومبوننت الريجستر، كان خليته فارغ ديما يعمل الريديركت للريجستر. بون بعد كي بعد ما نكملوا البارتي لوجين مش نعملوا ريديركت للوجين، ما عادش نعملوا ريديركت للريجستر. وثم حاجه اخرى ان بعد مش نزيدوا في لي روت اللي يولي عدد لي برودوي، مش نزيدوا حاجه اسمها لوث جواردز باش نعملوا لا بروتيكسيون تاع لي روت تاعنا كونتر لي اكسي نو اوثنتيفي. بون هذا غروسو مودو شنو باش نعملو في الفيديو هذا. دونك نبداو بال سبميت. في سبميت اول حاجه باش نعملها عندي الفاريابل هذه اللي هي اللي هي الموديل بتاعنا، الموديل اللي فيه لي دوني الموجودين في الفورمولير باش نبعثهم للباك. دونك نقولو this point sign up info. شنو مش نعملو؟ مش نستعمل الكونستركتور اللي صنعناه في sign up info ومش نعديلو. شنو نعديلو؟ الدوني من الفورم this point form اللي ديجا ديكلاريتو اللي ديجا موجود هو في البارتي html. اعطيتو وينو اعطيتو name تاعو form. دونك امور الريغل this point form point name، خاطر عادنا في الكونستركتور بتاعنا اول حاجة هي name. ومن بعد this point form point user username. ومن بعد this point form point email et this point form point password. هكا نكونو كملنا لوبجي بتاعنا اللي مش نبعثوه توا. هنا ديجا محضرها انا يعني انجكتيت السيرفيس. هكا تصير الانجكسيون تاع لي سيرفيس كيما في البارتي باك اند و بارتي افيك سبرينغ بوت. الانجكسيون تاع لي سيرفيس تكون بلوتوارد كيما في ليكزامبل هذا. بار اكزومبل عندنا ريبو، بون هي مش ريكوموندي تعمل ابل بون، مش بيست براكتس، مش ريكوموندي مش بيست براكتس انك تعمل ابل للريبو ديريكت زعما تعدى بالسيرفيس. مي في الكاب تاعنا ما عندناش تريتمون كبير، مش نجم نسحقو ديريكت ولا نعمل ابل ديريكت للريبو. بيه نكملو باش نطور نعمل ابل للبارتي باك اند ذيس بوان او سيرفيس بوان نعمل بوان ساين اب. بعد ميثود تاعنا نخدموها ساين اب مازالت ما عندناش. باش نعديولو لوبجي اللي صنعناه توا وينو ساين اب انفو. اوكي بعد باش نقولو بوان بايب فيرست الريزلت تاع حاجتي اول الريزلت تاع مش ترجعلي اللي هي مش كون فيها الريسبونس مسج اللي فيه اليوزر اللي تصنع بلتو مش اليوزر اللي تصنع. بعد لابيل بتاع الميثود هذه مش ترجعنا ان جي دبليو في تي ريسبونس اللي هو هذا في تو سكيل اكسس توكن التيب اليوزر نيم والاثوريتيز هما لي رول اللي اسوسي اليوزر هذاك. نيك بان سبسكرايب بون من بعد نقول له الريتورن فور اكزامبل داتا سميها داتا الفاريابل. كي ترجع لي الداتا هذيك شنو مش نعمل بها؟ نقول له ساعه ذيس بوان از ساين اب هذي فيلد نو مش فيلد خاطر ديجا عرج لي داتا ذيس بوان راوتر this point router point navigate. Bon navigate hop le login حبوا من بعد نعمل انريجسترمون يعمل redirection للبارتي لوجين. في الكابيتال ايرور شنو مش يعمل this point
Error message. Nasi error point error message error point message. أنا شنو فسرت لكم عليه شنو نقصد بهذي is sign up failed إجارة true. أوكي إيه شنو حبيت نعمل في ال error message مش ريكيبير الميساج اللي بعته من البارتي باك اند معناها الميساج هذا بار اكزومبل الميساج هذا والا الميساج هذا رول نوت فاوند والا اليوزر ريجستريشن سكسسفل بليتو هذه لي خاطر هذه في الاوكي مش في الايرور اما في الايرور مش يكون حاجه من هذا من الزوز خاطر ديجا رجعت ريسبونس انتيتي افيك الميساج هذا دونك حاجة أخرى على استعملت is sign up failed for example الفريابل هذي على خاطر ما عندي عندي في HTML حطيت ان بلوك مش نفي شي وإلا دي سنو درول اللي هو هذا is sign up failed نفي شي المثال نقول sign up failed به طبعا بعد ما كملت البارتي البارتي بارتي كومبوننت مش نتعدى نعمل ديفلوبمون بتاع بارتي سيرفيس للميثود هذه اللي هي ساين اب في الاوث سيرفيس شنو مش نعمل ديكلاراسيون بتاع الميثود هذه ناخذ النوم بتاعها ساين اب شنو مش تاخذ كوم بارامتر تسمى ساين اب انفو والفاريابل هذيك دي تيب ساين اب انفو خاطر مش نعدي للوبجي هذيك اللي مش بيرسيستي من بعد نقول له بون 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 رتوني ديس بوان شنو مش نعمل ديس بوان نعمل ابل لل http بوان لل http كليون بالميثود بوست بيسك في الباك اند ديكلاريتها اون بوست مش ترجع لي شنو مش ترجع لي GWT response هو شنو مش نعدي لها كم بارامتر نعدي لها الـ URL اللي هو this.signup URL نعدي لها signup info الدوني هذي الـ URL من بعد الـ data ومن بعد الـ options HTTP options اللي هما اللي هي الابليكيشن جيزون نحب نعدي انا وفي جيزون بون هي بار ديفو جيزون مش مشكلة نحطها بايب بي في البايب نقولو مابي على الريزلتا اللي مش ترجع لي داتا في الريزلتا بعد نجي كان سي بون صارت صار ريجستر امبرسيستي الداتا بتاعي في التوكن سورش سيف يوزر داتا اوكي دونك ياخد داتا معناتها نخدمو هاد الميثود هادي ديسبون داتا ورجعلي الداتا تمام ناقصني شي ناقصني بوان فيرجيل هنا نورمالمون أمورنا مريقلة توا نصنع هذه الميثود وماذا بينا نحطها برايفت خير ديجا ما نسحق بهش كاين في السيرفيس هذا دونك مش تاخو داتا كيما في الفوق شنو مش تعمل مش نقولو this point token storage point save token بعد نصنع الميثود هذي save token تاخو data point token بلوتو access token هكا احنا سميناها وين هو مش راجع في جيزون التوكن نسميها access token نسميها access token اوكي data point access token بها هذي كان مش تفقردي بها نجي واحدة اثنين واحدة لليوزر نيم واحدة للأثوريتيز
Non, ça va, mais save username. Bon, username. Save authorities. Author, there it is. C'est pas assez en minuscule. C'est en minuscule. Bon. Ok. B. Je colle le hack, c'est bon. Non, c'est pas bon. علاش على خاطر هكا صحيح صار لونجسترمون تاع اليوزر في الباز افيك ان مود باس اشي امور مريقله صار لونجسترمون تاع الدوني تاع اليوزر في التوكن ستورج لكن عندنا مشكله ان هكا ما نجموش ريكيبيريو اليوزر وقت اللي نحبوا نسحقوا دي دوني في الفرونت دونك بو سي بور سلا انا ديكلاريت ديجا ان فاريابل دو تيب بيهيفير behavior subject عبارة كما نقولوا احنا مش نعملو ان اوبجي مش ديما يكون عليها ان listener وقت نحب نسحق الدوني منه ونحب نقرا شنو في وسط ونجي نقرا دونك الكورنت يوزر سبجكت مش نعمل له هكا this point current subject point next مش نعبيه بالداتا point access token access token امور مريلا لكن هكا في الكا شنو service عندي حاجة ناقصة normalement عملنا رابيل اب تاع sign up عادي نرو الداتا خلنا كاين يرجع مريق الداتا تاتاتا افيشي ميساج بيرر في ال host service من بعد نعطيني هذيك ال url استعملنا ال current user subject وي ما تفكرت دونك نقولو this point current this point current user subject لازم في الكونستركتور نعملو عبارة مش نعملو الانيشاليزاسيون بتاعو خاطر هكا مش يكون مش يعطينا undefined get value of undefined لازم behavior subject نعطي any for example تا 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 اوكي session storage فان جيت ايتم قولو ديجا عندي انا الفاريابل وي عندي ديجا لا فاريابل حضرتها اي سيبا نورمالمون la facilité d'utiliser dans un type de process par signature d'appel des constructeurs n'est pas un current user subject Gal new behave up. Ok, but this point. خطروه هكا مش يكون un behavior subject لكن ما نجمش نعمل داري subscribe. Subscribe عبارة شنو عبارة عندنا ان سيرفيس حاضر لكن ما عملنالوش لابيل معناها عبارة حاجة عندنا ما مستعملناهاش دونك لازم نبدلو هذايا current user subject من behavior بدلوه observable
دونك شنو غنعملو؟ this point current user شنو مشي يكون فيه؟ يكون فيه ال current user subject as behavior as observable بلتو. عبارة مش نكونفيرتي ال observable. من بعد وقت نستحق لل user و لل current user نعمل عليه سبسكرايب و ريكيبري الدوني منه. في الكاية هذي مش حاضرين in method public سنعطيها get current سماها get current user value pop شنو ترجع any مش في ال type خاطر كما تعرف في type script c'est pas un langage qui est totalement typé, c'est partiellement typé. Allez, khatar déjà nous avons déclaré des variables avec le type any qui m'a mené là observable de any, donc c'est pas totalement typé. Donc ici je traduis on a juste el current user subject el value tao el value value pa value umur amrikla شنو اخر شنو اخر توا نمشيو للبارتي token storage ونصنعو لي 3 ميثود هذوما من بعد انتسيو نشوفو اسكو سي بون ولا لا. قبل هذا كل ساعة لازم نسوف جاردي في نفس البلاسمون اللي مش نقرا منه. دونك سوفغاردي في السيسيون لازم توا في التوكن ستورج نسوفغاردي ديتا في السيسيون. اوكي نتعدي للتوكن ستورج. اول حاجة نعملها نبدأ بالسيف توكن بتاعي public سماها كما موجودة كما عملنا في السيرفيس سيف توكن تاخد توكن هو دو تيب سترينج لهنا نخلو ويندو بوان سيسن ستورج بوان 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 سيت ايتم نسميه نعطي التوكن كي هنا. اوكي افيك شنو الفالور؟ الفالور هي التوكن اللي جاي اون بارامتر. لكن قبل هذا كل ساعة باش نثبتو نعملو ويندو point remove item على ما يجي نو point session storage point remove item هذا نفسخو نعاود نعبي ما نعرفش اسكو يكون موجود ولا لا. هذي في السيف توكن نعملو ميثود زادا باش نسحقها نهار اخر point get بالطبيعة مش تحقها برشا سيرتو التوكن بتاعنا التوكن يرجع شي يرجع سترينج يرجع سترينج شنو فيه قولو return system storage point get item سي تو سي تري سامبل. توا نتعدى لل public ومش نستعمل نفس الحاجة هي بيدها save username username اوكي وفي الجيت يوزر نيم نفس الحكايه هي بيتها public جيت يوزر نيم مش رجعنا string كالعاده نقول له return session storage point get item ما رجع لي
اليوزر نيم، عندنا شنو آخر في الأوث؟ عندنا save authorities، نعطيها visibility public باش نجمو نستعملها من لي زوتر ميثود authorities. اوكي هي مش تكون شنو الاثوريتيز، مش تكون عباره ديست اري تاع سترينجز. اي نهنا طاف شنو باش نعمل، باش نعملو في السيف كالعاده لازم نفسخو الايتم هذاك ونسجلو الاخر. دونك نجي لهنا باش نستعملو هو بيدو، لكن نعطيه الكي authorities كي كي نجي لهنا نقول له authority is okay. يعني شكا وي خطر هذا array وهذا مش يستحق للسترينج، دونك خطر في الايتم نصب قردي في string، دونك نستعمل json stringify نعطيه الأوبجي هذاك، نوبجي هذاك. دونك توا في مزالنا ريكيبيراسيون، عندنا public get authorities. authorities شنو باش نعملو؟ باش نسوف غاردي، باش نعمل ريكيبيراسيون بتاع الايرور تاعنا authorities. مش نسوف قاعدين في variable نسميها مثل رول. اوكي عنا مش ريكيبيري من يزن بارس نسوف قاعدينها من هيدي، دونك نمشي بارسي السيشن ستورج. دونك السيشن storage point get item شنعطي item authorities key بعد هيدي باش تعطينا array point for each authority تسمى authority variable. من بعد this roll push شنو مش بشي فيها authority شنو اها سأغردينا authority تتتا لا قلت كل شيء سهل، نحط الفان فيرجيل هنا ونرترنيو الرول ديسبون رول شنو اخر اوثوريتي فان اوثوريتي نورمالمون. لكن هذا قبل كل شيء لازم نثبتو اذا قعدنا التوكن ولا لا، لازم نزيدو if شنو session storage و get item معنا التوكن اسك غادي يفرق دينين ولا اوكي نورمال مو سافا 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 عادنا هيدا وهيدا. اوكي توا نتعداو باش نتسيو الخدمة تاعنا الساعة، بل كل شيء ساعة لازم نرانيو البارتي باكاند. اوكي
Tata est reparti backend. Le temps Tata la partie back, on vérifie ça. Fait le base, on voit les tables mrigline. Table user, on va le faire. Tata, on va faire normalement, c'est bon, started. On va faire le registre. Donc, je vais faire tutoriel tuto point tuto bon attends c'est j'ai passe et registre chauffe console taille. Ça a déjà des insertions first et use. Normalement, tout est bon. On chauffe ta fil base d'un éptana affiché qui me chauffe au start d'insertion. L'user éptana voilà enregistré fil base avec un mot de passe haché et tout. Donc, merci pour votre attention. Inch'Allah, fil vidéo, je dis une vidéo, j'ai plutôt. Je n'ai pas la partie login plus détaillé. Inch'Allah qu'on a déjà pris une vidéo, maintenant si vous voulez me subscribe, je partage le maximum de vidéos, je vous abonne.